اول شيء كتشرف جمعيه مغرب الابداع بتنظيم الدوره الاولى من مهرجان كفاله. هذا المهرجان اللي جا ثمره ديال الجهود ديال مجموعه من الاعضاء ومن المكاتب اللي مروا على الجمعيه، حيت هذا المشروع كان قبل فكره قبل التاسيس، والحمد لله انه تاتتنا الفرصه في 2024 اننا نخرجوا هذا المشروع هذا للوجود، واللي خلانا نوصلوا ليه ولله الحمد انه من بعد مجموعه من المشاريع اللي قامت بها جمعيه مغرب الابداع اللي كتخص الايتام واللي كت الاساس ديالها كيكون على الاغلب زياره المؤسسات الخيريه وبعض الحفلات وبعض التظاهرات الفنيه، ارتئينا انه الدعم الذي يحتاجه اطفال اليتامى في المغرب يجب ان يعلى سقفه الى درجه الاستمرارية باش أنه يلقى أسرة تكفل به. حقيقي أن المؤسسات الاجتماعية بدون استثناء تقدم كل ما في جهدها لرعاية هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم لهم والتربية والتنشئة السليمة، ولكن هذا لا يمنع أن لكل طفل الحق في أن يتربى وسط أسرة وأم وأب يتكفلون به. والحمد لله أن ثمرة ديال الجهود ديالنا اليوم تحققت بحضور مجموعة من المؤسسات الاجتماعية، مجموعة من الأخصائيين سواء في القانون أو في الدين الإسلامي أو في علم النفس والاجتماع للإحاطة بهذا الموضوع من جميع جوانبه والمشاركة في أننا نوصلوا للهدف ديالو الأساسي أنه يتامى المغرب ما يبقاش عندنا فرق بيناتهم وما بين الوليدات العاديين، يعني لكل الأطفال اللي يتامى في المغرب الحق في أنهم يتربوا وسط أسرة. جينا اليوم باش نشاركوا في هذا المهرجان فيستيفال ديال دعم الأيتام ديال الكفالة اللي تنظم من عند AMC. جينا اوتون كو سبونسور دعمنا المهرجان بيان سور، وجينا اوتون اوسي كو كون انتربريز ولا ستارت اب اللي كدعم الناس الفورماسيون ديالهم سواء لا فورماسيون بروفيسيونيل ولا ليد باش ديفلوباو في لا كارير ديالهم. بغينا غير نفكروا الناس بان هذه الفئه ديال المجتمع حتى هي محتاجه للدعم، حتى هي ما خصهاش تحس براسها بانها بوحدها.